الحمد لله ما بديناش مزيان الشوط الاول، ولكن الحمد لله الشوط الثاني ما كاينش جوج مرات بالزربه، والحمد لله كنا خسر ربحوا وربحنا في الاول في الاخر سهل. نتوما راضيين على هذا الاداء؟ واش نتوما كلاعبين راضيين على هذا الاداء الجليل؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله شكرا. واش كنتوما على الجماهير المغربيه؟ ان شاء الله غادي يجي داكشي غادي يجي داكشي كبير ان شاء الله. كيف قلتي ثلاث نقاط هي المهمه كانت اليوم، الحمد لله حققنا الاهم. كنشكروا هاد الجماهير هذا اللي كتسالنا دائما، والحمد لله كان هذا الفوز هذا الجماهير المغربيه، ونتمنى ان شاء الله نكملوا على نفس المنوال. كلشي كيعرف ديال شهر 6 كيكون شويه تعب نفسي وبدني وبزاف ديال الاشياء، الحمد لله حققنا الاهم، نتمنى نبقى غادي على هذا المنوال وديما مغربي. كيفاش كتواجد عادي جدا، يعني اي مهاجم تيدوز من هاد المراحل. الحمد لله هو العمل والصالح للمنتخب، نتمنى ديما الخير للمنتخب ديالنا واللي جا كيقضي كي كنقول. عرف جمهور كاعين سي نورمال ما يجيو لهنا باش يشوفوا 3 4 5 0، مي الحمد لله انا قلنا لي 3 بوان الحمد لله سي بلوز امبورطون. يلا لا انكور.